السلام عليكم، اهلا وسهلا بحضراتكم. ان شاء الله تكونوا حضراتكم بخير وكويسين. تقابلنا تاني في ريفيو اوف دنتال ليتريتشر ذا كلينيكال كي، والنهارده ان شاء الله هنتكلم مينلي على الاوتو ماكس ماتيريال. وعندنا ديفرنت ماتيريالز موجوده في البرزنتيشن كاوتو ماكس بحيث ان هي تتغلب على مشاكل المانوال ماكس، سواء كان تدينا برودكت عنده هوموجينيستي، تدينا بروبرتس عندها فويد فري مفيش بابلز كتير، وطبعا بتدينا اكيرسي اوف ميكسينج مظبوط. طبعا ايه الماتيريالز موجوده كاوتو ماكس؟ في امبريشن ماتيريالز الاي سيليكون والبولي ايثر والفي بي اي اس موجودين في الاوتو ماكس بروبرتيز، وفي عندنا كومبوزيت ماتيريال زي الكور ماتيريال والتمبري كراون ماتيريالز، وحتى ايفن السيمنت برده كدول كيور سيمنت موجوده في الاوتو ماكس. اس فور الاوتو ماكس ماتيريال زي الامبريشن ماتيريال، وده هيبقى كلامنا المره دي كونسيستنت مع الامبريشن ماتيريال الاوتو ماكس. دلوقتي احنا عندنا زي ما حضراتكم عارفين في ديفرنت كونسيستنسي، سواء كانت باتي، في عندي هيفي، في عندي ميديوم او بسميها ريجولر او مونو فيز، وفي عندي لايت، وفي كمان الاكسترا لايت. انا هستريس مع حضراتكم على الميكسينج تاب والميكسينج كونسيستنسيز المختلفه. دلوقتي احنا عندنا سبيسيفيك تيبس بتيجي مع كل كونسيستنسي مختلفه، تتناسب مع اتس تكستروبستي، بتتناسب مع الميكسينج كواليتي اوف ذا ماتيريال. بمعنى احنا عندنا ميكسينج تيب سبيسيفيكلي الهيفي ماتيريال، وعندنا ميكسينج تيب مختلفه كديزاين كدايامتر وكلانكس سبيسيفيك فور ذا ميديوم، وعندنا انذر ميكسينج تيب كونسيستنت مع اللايت ماتيريال، ودايما هتلاقي الكفر بتاعها لونه اصفر، الميديوم الوانها بتختلف، ودايما الهيفي هتلاقيه لونه اراوند جرين او فايلوت. كذلك برضو عندنا ميكسينج كونسيستنسي مختلفه للبايت ريستوريشن ماتيريال، برضو انذر كونسيستنسي موجوده، بتتناسب الكونسيستنسي والميكسينج تيب ودايامتر وسبايرلز الموجوده مع الفيسكوزيتي اوف ذا بايت ريستوريشن. اللي عايزين نقوله مينلي ان احنا وي هاف تو ستريكت للسلكشن اوف ذا ميكسينج تيب مع الكونسيستنسي اوف ذا ماتيريال عشان تدينا افضل بروبرتيز ريليتد للماتيريال، سواء كانت في الهوموجينيستي او البابل فري. يمكن المره دي في الريفيو المره دي او الكلينيكال تيب اللي حبينا ان احنا نوضحها ايه هي الديفرنت ميكسينج تيبس الموجوده وبتتناسب مع الكونسيستنسي اوف ذا ماتيريال. متشكر حضراتكم جدا، اشوف حضراتكم في مور ريفيو اوف دنتال ليتريتشر ذا كلينيكال كي.